السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنقعد نقول عندنا أزمة أدوية ولا ما عندناش؟ عارفين كويس قوي إن عندنا أزمة موجودة في الأدوية، على الأقل في الصيدليات العادية اللي بنتعامل معها. ممكن تكون الدولة بتتعامل مع صيدليات اللي عندها نواقص الأدوية، وعندها الصيدليات المركزية وعاملة حسابها داخل المستشفيات الحكومية، لكن إحنا عارفين كويس قوي إن كذا واحد فينا، زي ما المواطنين قالوا في التقرير اللي عمله الزميل محمد الجباس، ان احنا بالناس بيروحوا الناس يسألوا فيقول له خد البديل. الناس تقتنع بالبديل ولا لا؟ ده موضوع. هل هو البديل فعلا ولا لا؟ ده موضوع تاني. زي ما قالوا المفروض يتكتب هي المادة العلمية، مش مفروض يتكتب صنف الدواء. مواقع التواصل الاجتماعي بتسهم في ده، بعض السادة الأطباء بيطلعوا على مواقع التواصل الاجتماعي ويقولوا الدواء الفلاني ده هو المناسب لعلاج كورونا، فالناس تعجب عليه فيختفي. أسباب كتير، فتعالوا نتعرف عليها من ضيفي الكريمين. الدكتور محي حافظ، عضو غرفة صناعة الدواء ورئيس لجنة الصحة والدواء باتحاد المستثمرين وعضو مجلس الشيوخ. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. وبرحب بدكتور ياسر حفني، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الدواء. أهلا وسهلا دكتور ياسر. ومشاهدينك الكرام إن شاء الله. دكتور محي، خليني أبدأ كده مع حضرتك ونسأل، هل عندنا أزمة؟ يعني نقص الدواء اللي موجود عندنا ده وصل إلى حد الأزمة ولا ليست أزمة ولكن في نقص؟ تمسي على حضرتك أسامة بيه وعلى مشاهدينا الكرام. أهلا وسهلا. وزميلي العزيز دكتور ياسر حفني، أهلا وسهلا بحكم جميعا. لا، ما فيش أزمة. كلمة أزمة كلمة كبيرة، الحمد لله رب العالمين. لا، ليس لدينا أزمة بمعنى أزمة. كالعادة في الظروف زي كده والجائحات أو الأمراض المتوطنة أو الأمراض المزمنة، كالعادة أدوية الكورونا اللي هي المستخدمة بشكل دائم، يعني الفيتامينات، المقويات، الحاجات الطبيعية اللي بياخدوها الناس، يعني بعض المضادات الحيوية اللي أيضا اهتموا بها الناس، فهتلاقيها اتسحبت من السوق بشكل يعني مش مقبول، وده الحال اللي بيعمل ضغط أو أزمة. لكن ده كان في الموجة الأولى. الموجة الثانية لا، الشركات كانت أكثر استعدادا، كانت الخامات متعطلة في المواني، معظمها دخلت. الحقيقة طبعا بقى في متابعة من هيئة الدواء أكثر دقة، أدخلنا كمان شركات أخرى على التراك، صنعت أدوية كتيرة كمثائل جينيريك، يعني أكثر من جينيريكس الحقيقة طبعا دخل، وبالتالي غطى. النهاردة تقريبا ما بسمعش عن حاجة متعلقة في أدوية كورونا، مضادات حيوية، فيتامينات، اللهم إلا إذا الدواء الأخير اللي إحنا أشرنا إليه، وأنا كنت شرفت بتقديم هذا المنتج ببراءة اختراع 2001 اسمه الايفرمكتن. ده كنت بتشرف إن أنا طبعا من شهر 4 كنت بأعلن عنه وبقوله، وده دخل البروتوكول. فده مع الأسف الشركتين اللي بينتجوا الدوايين عندهم عجز شديد فيه. وما خبيش عليك، وطبعا ده مهم جدا، وهو الحقيقة يعني أصبح مؤثر للغاية. ده اللي هو الإيفرزين ده دكتور ولا إيه؟ يعني ده الإيفرزين؟ نعم. حضرتك بتتكلم على الإيفرزين؟ ده الاسم التجاري حضرتك، ده الاسم التجاري. تمام. وفي اسم تجاري تاني موجود في السوق برضو، إيفاكتين، عشان بس من باب يعني مش من باب الدعاية، بس من باب الناس ما تبقاش ضغط على منتج واحد. وهي المادة الفعالة اسمها إيفرمكتن الحقيقة. دي أنا شرفت طبعا بالعمل عليها، وقدمت أيضا براءة اختراع في أبريل الماضي لعلاج ايضا المرضى كوفيد، ونشرنا بيبر الحقيقه في مجله نيتشر العالميه. تم تقييمها الحقيقه يعني في ليفربول، وخدنا المركز الاول على هذا البحث. اللي العالم تقريبا كله اصبح بيتكلم على الايفرمكتن بشكل ايجابي. هو ده بس، يمكن مع الاسف ده اللي نقص في السوق شويه، والناس بتدور عليه مش لاقيه. طيب لكن مفهوم النواقص مختلف خالص. اتفضل. يعني طبعا مع الاسف لو تعلم سيادتك اسامه بيه ان يمكن كلمه النواقص، خلينا بس نعمل نفرق ما بين نواقص الاسم التجاري
ونواقص العائلة الفاميلي كلها بتنقص. الاسم التجاري عندنا بدل الاسم التجاري 12 و13 وبنوصل احيانا ل 20 و30 اسم تجاري لنفس المادة الفعالة اللي هي بنسميها البراند للتسي اكس. وهتلاقي الجينيركس اكتر من 12 13 توصل اب تو 20 مثلا. النقص في العلامة التجارية او في الاسم التجاري بعينه دكتور بيصر على اسم تجاري، بيقول انا لازم المنتج ده، المريض بيلف عيني على الصيدليات. يمكن دكتور ياسر بيشوف ده اكتر، ومع الاسف الشديد بيلاقي فعلا ده مش موجود. لكن ده ما بنعتبروش نقص، بنعتبر نقص في العلامه التجاريه والاسم التجاري. طيب خليني يا دكتور محيى استاذ حضرتك اسمع من الدكتور ياسر، بما ان حضرتك قلت يعني دكتور ياسر حضرتك شايفها ازمه نواقص عائلات الادويه ولا العلامات التجاريه زي ما الدكتور محيى تفضل؟ يعني ايه المشكله فين؟ اولا مساء الخير على حضرتك وسامع بيه حضرتك وعلى زميلي العزيز الدكتور محيي طبعا حضرتك. وزي ما قال الدكتور محيي حضرتك فندم نسامرايز، خلينا بس نبسطها على المشاهد معالي الباشا في ان احنا طب ايه الادويه. احنا الادويه بنتكلم في ادويه مرتبطه بجائحه كورونا وفي ادويه غير مرتبطه بجائحه كورونا، وفي ادويه هستاذن حضرتك دكتور ياسر طب جائحه كورونا دي ما فيهاش مشاكل وماشيه في الباسوي الطبيعي بتاعها والشكل. دكتور ياسر في ادويه لو تسمح لي، في ادويه لم تكن مرتبطه بجائحه كورونا ولكن ارتبطت كعلاج اقترحه بعض الاطباء زي ما تفضل دكتور محي وكلم عن دواء وموجوده بشكل كبير. وخليني حضرتك بالظبط خالص ان احنا برضو الدولة او خدت اكتر من مسار، يعني حتى كانت جزء المكملات الغذائية اللي كان متواجد فيه مشكلة كبيرة كده في الويف 1 كده او المرحلة الاولى او الموجة الاولى حضرتك من كوفيد 19 بالضبط كده، الدولة تدخلت وخلت سلامة الغذاء حضرتك بالضبط كده تسجل نوعية المستحضرات دي حضرتك بالاضافة للمكملات الغذائية الموجودة حضرتك في هيئة الدواء، وده عمل طرح حضرتك عدد كبير من المستحضرات فخلاها availability او الاتاحية بتاعتها موجودة في كل مكان حضرتك، والتنافسية حضرتك بحيث ان الكاستمر او المريض عنده اكتر من شكل ممكن يتناوله حضرتك. في ده حضرتك بتتكلم على حاجات المكملات الغذائية زي الزنك مثلا والحاجات دي، هي دي المكملات الغذائية اللي هي حضرتك بتنحصر حضرتك على الحاجات الموجودة في البروتوكول، فيتامين سي وفيتامين دال وحضرتك عنصر الزنك واللاكتوفيرين حضرتك وبعض المكملات الغذائيه حضرتك اللي بتدعم جهاز المناعه حضرتك. يمكن خليني اشير لحضرتك برضو حاجه يمكن تخصصيه اكتر حضرتك خالص، ان في بعض الادويه اللي بتستعمل حضرتك في السيفير كيزز في الكوفيد 19 زي مثلا حضرتك الريمديسيفير او الاكتمرا او بعض البيولوجيكال برودكتس حضرتك، دول الدوله او وزاره الصحه مع هيئه الدواء عملت سم ريجوليشن ليهم حضرتك خالص، عشان برضو الادويه دي نيش ماركت في الاول والاخر، وزي ما حضرتك ذكرت في الاول هي بتعالج حاجات تاني مش بتعالج كوفيد 19. وخليني برضو ااكد من خلال برنامج حضرتك الكريم ان احنا ليه دلوقتي مفيش علاج حقيقي للكوفيد 19، احنا بنعالج السيمبتومز او الاعراض الموجوده، لكن في بعض الأدوية اللي هي موجودة لا قدر الله حضرتك المريض لو هو على جهاز تنفس صناعي أو حالته حرجة، فأنا محتاج بالضبط كده عشان أمنع الأبيوز أو سوء استخدام هذه الأدوية، فأنا بالضبط كده وزارة الصحة مع هيئة الدواء عملت الريجوليشن اللي هي بتجيب، أنا بالضبط كده بجيب روشتة من الدكتور الاستشاري اللي بيعالج المريض وبجيب تقرير طبي ليه حضرتك خالص، وبيتوجه لإحدى شركات أو إحدى صيدليات الشركة المصرية بالضبط كده خالص وبيصرف منها خالص. أما إذا كان المريض موجود حضرتك جوه مستشفى فالمستشفى بالضبط عندها الرولز أو الريجوليشن طيب اللي بتساعد في توفر هذه الأصناف من الأدوية التخصصية. مفهوم يا دكتور ياسر، بس خليني أسأل حضرتك دكتور محي، يعني النهاردة لما نتكلم على دواء ما اعرفش ده اسمه التجاري ولا هو ايه اللي هو بلاكونيل، ده بيعالج اصلا الذئبة الحمراء والروماتويد ودخل في بروتوكول علاج الكورونا، فبالتالي مرضى الروماتويد على سبيل المثال مش لاقينه، وده واحد من عشرات الادويه مش دواء واحد. يعني انا عندي كشف جمعه الزملاء هنا
ب 3500 نوع دواء مش موجودين. ممكن تكون العلامات التجاريه هي اللي مختفيه، لكن مثل هذا الدواء انا اعرف ناس وزمايلي يعرفوا ناس بيعانوا من عدم وجود هذا الدواء اللي كان بيساعدهم في علاج الروماتويد على سبيل المثال. تمام. طبعا صحيح كلام حضرتك مظبوط اسامه بيه. الدواء ده اصله هو كان مستحضر اسمه كلوروكوين، وده طبعا اول دواء كان بيعالج الملاريا لو اكتشفوه الحقيقه في بدايه اكتشافاته، وما زالت حتى الان لو حد سافر افريقيا هيقول لك لو سمحت خد قرص كلوروكوين قبل ما تسافر، عشان طبعا مشاكل الملاريا والناموس وغيره. طوروه بعد كده ماده ثانيه اسمها هيدروكس كلوروكوين، ودي يعني مور سيفر لحد ما اكتر شويه من الكلوروكوين. ولو ان الماده دي غريبه جدا لها دبل اكشن، الاولاني بيسموه روماتويد ارثرايتس وده كان اصل الموضوع، والتاني الحقيقه كان لعلاج الملاريا. وبالتالي لما شفنا بيشتغل ازاي كروماتويد ارثرايتس، لانه له افكت، لان في امراض زي الروماتويد وغيرها زي الذئبة الحمراء وبعض الامراض المناعيه دي بنسميها الاوتو اميون ديزيز اللي هي امراض المناعه الذاتيه. ده من اكفى الادويه الحقيقه وثمنه رخيص، بيعالج فعلا الناس. لما فرنسا في بدايه الجائحه قالت ان الهيدروكسيكلوروكين له تاثير ايجابي على كوفيد 19، كانت النتيجه ان امريكا كمان جربت، العالم جرب اوتوماتيك، كان اول دواء دخل بروتوكول مع الزنك كان الهيدروكسيكلوروكين او الاسم التجاري اللي حضرتك تفضلت فيه. هل يا ترى هو له اسماء جينيركس؟ ايوه، لو بمنتهى البساطه لو سالنا الصيدلي في الاجزخانه ايه هي الاسماء الاخرى هيلاقي تقريبا قرابه كمان اسمين او ثلاثه موجودين فعلا في السوق. بس طبعا كالعاده احنا كلنا اتعلمنا الاسم البراند وده بالتالي اثر على الناس، لكن الحقيقه في الموجه الاولى هو اختفى، يعني ما كانش فعلا موجود برغم اثاره الجانبيه صعبه على القلب تحديدا. وطبعا ده بالتالي حتى العالم كله بطل ووقف استخدامه، لكن يا ترى بيجيب نتائج؟ بيجيب نتائج. وعشان كده وزاره الصحه المصريه ما زالت حتى الان حطاه في البروتوكول برغم ان تقريبا معظم بلد العالم بطلت تستخدم الهيدروكسيكلوروكين. ليه وزاره الصحه المصريه ليه يا دكتور محي وزاره الصحه المصريه حطاه مع ان دول العالم كلها بطلته؟ تاني زي الادويه ما زالت حتى الان موجوده في السوق المصري واتلغت في معظم بلدان العالم لان لها تاثير ايجابي جيد. احيانا اتغاضى عن اثارها الجانبيه عشان التاثير المنقذ للحياه، زي النوفالجين مثلا، ما هو خلاص في العالم كله ما عادش موجود. بس هو الحقيقه الحاجه الوحيده اللي بيجيب نتيجه لخفض الحراره فوق 40 درجه مئويه النوفالجين. فعايز اقول لحضرتك في حاجات برغم اثارها الجانبيه، بس طبعا برضو الحقيقه انا ما ببش مع المدرسه دي قوي، انا شخصيا مش مع المدرسه. هو يعني لما قلنا على الايفرماكتين من فتره طويله قوي، يعني اكستريملي سيفر، يعني حاجه امنه جدا جدا جدا، وده طبعا الحقيقه العالم كله بدا يتكلم. عشان كده النهارده تقريبا بداوا يسويتش على الايفرماكتين من فتره طويله، حتى انه كمان مش بس كمان تاثيره الدواء الناجح اللي بيوصل اكتر من 98% في حالات المايلد مودريت البسيطه المتوسطه، يعني حاجه في حاجات السيفير عندنا نتائج 94%. طب الايفرماكتين اختفى من السوق يا دكتور، اختفى الايفرماكتين من السوق. نعم الايفرماكتين اختفى من السوق. مع الاسف انا باكد لحضرتك زي في بدايه الحوار. الله، طب احنا متفقين ان هناك ازمه، امال ليه حضرتك بدانا الحوار ان مفيش ازمه؟ انا قلت حضرتك الادويه تقريبا كلها متوفره، يمكن ده الوحيد اللي اصبح حتى الهيدروكسيكلوروكين بقى موجود. انما المشكله فعلا لما شركتين بس اللي بينتجوه، اثنين بس، مفيش اكتر من شركه. طب الوزاره عملت ايه او هيئه الدواء عملت ايه؟ بدات تفتح التسجيل مره اخرى للايفرماكتين، وفي اظن اكتر من 4-5 شركات بنظام الفاست تراك بيسجلوه دلوقتي. هي بس الحقيقة أنا يعني ممتعد شوية من أنه ليه الشركات ما بتزودش إنتاجها؟ يعني ليه الشركتين الزميلتين، وأنا كلمت رؤساء الشركات وقلت لهم يا جماعة من فضلكم
الزود. طبعا هي الوزاره ما خبيش عليك برضو بتاخد الحقيقه الكميات لان دخلتها بروتوكول وبتدخلها الحقيقه في علاج البروتوكول، فعشان كده في يعني نقص شديد في انتاج الماده. اتصور لا لو عايزين ننتج بكميات اكبر، بس عايز اقول حاجه، ده الكيلو بالكيلو جرام ب $300 يعني means nothing. يعني الاسمين التجاريين اللي احنا قلناهم في اول الحلقه، علبه ب 10 جنيه 6 اقراص وعلبه ب 15 جنيه 8 اقراص، يعني ولا حاجه. يعني الكيلو يعني الكيلو ب 300 جنيه من الماده الخام، فده يخلي الماده الفعاله. طيب هسال الدكتور ياسر، الاف العلب. دكتور ياسر، ليه الشركات ما بتنتجش طالما هناك طلب ويحقق ونوصل لمرحلة الأزمة والشركات ممكن تبقى خطوط إنتاجها أنها تتوسع أكتر والمادة الخام مش غالية، ولا هو ما بيعملش الربح الكافي للشركات فبالتالي ما بتهتمش بيه؟ لا خليني أريفايز مع حضرتك أسامة بيه حضرتك خالص. إحنا كصناعة حضرتك بنشتغل بنظام الفوركاستنج. يعني إيه حضرتك الفوركاستنج؟ يعني أنا بالضبط حضرتك بجيب إي بي آيز أو مادة خام حضرتك بتكفيني لمدة 3 شهور حضرتك. فمعدل استهلاك البلد أو معدل الكونسومشن حضرتك أو عدد اليونتس اللي أنا ببيعها حضرتك في خلال 3 شهور في الفترات العادة غير متناسب تماما مع كمية حجم الديماند أو الطلب عليه حضرتك، لأن هو مع الاستعمال الجديد في كوفيد 19 حضرتك. لما انا حضرتك براجع السبلاير بتاعي حضرتك اللي انا بينتج لي الماده الخام، وخلينا نراجع مع حضرتك برضو تاني ايه، ان انا غالبيه منتجات مدخلات الانتاج مستورده، فانا لما براجع السبلاير بحيث ان هو يديني بالك اي بي ايز او ماده خام حضرتك خالص، ما بيكونش عنده حضرتك الماده الخام جاهزه هذا الشكل، وخصوصا حضرتك كمان الماده دي كده بتستهلك بشكل ضعيف في الحالات العاديه. مع تواجد كوفيد 19 حضرتك طبعا في الرقم الضعف في 20 ضعف او 30 ضعف حضرتك او اكتر بكتير من كده خالص. فالسبلايرز حضرتك بس هي مساله وقت، لمجرد بالظبط كده الشركات دي انا وجهه نظري مش مساله حضرتك هامش ربح ولا حاجه، لا كل شركة حضرتك ليها يعني سواء قطاع عام أو قطاع خاص ليها دور وطني أو ليها مسؤولية مجتمعية قصاد المجتمع. فإحنا في الجائحة دي ما حدش بيفكر بشكل مطلق في هامش الربح، وخصوصا كمان هي الشركة ليها هامش ربح حتى لو ضعيف مع تدني السعر المستهلك، بس موجود ليها هامش ربح. فهي المشكلة الفعلية حضرتك جاهزية المادة الخام عند السبلاير اللي بتشتري منه الشركات. يعني عندنا أزمة مواد خام يا دكتور ياسر؟ ما احنا المادة الخام غير لا تصنع في مصر يا أسامة بيها. أنا بقول عندنا أزمة في المادة الخام المتوفرة في السوق. من السبلاير هو عنده سكيديول لتصنيع المادة الخام دي. لا اسمح لي بس أوضح يا دكتور ياسر عشان برضو سيادتك تبقى متابع معايا. أنت عارف أنا يعني إحدى الشركات أنا يعني بعرفها كويس دلتا فارما. طبعا يعني اللي عايز اكده لحضرتك واكده لاسامه دي، لا طبعا هو الشركات وكلموني هم طبعا دردشت معاهم قلت انتوا ايه الحكايه، يعني هم ما كانوش واخدين يعني الشركه الاولى خدت الموضوع اصل جد وكان منتجها متوفر، ولكن الوزاره الحقيقه خدت الانتاج للبروتوكول كان المفروض الحقيقه يتم ضخ، والخامه على فكره متوفره جدا 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 وورلد وايد في اكتر من سبلاير، يعني عندنا الهنود بيصنعوها الصينيين بيصنعوها، هي فيها نو هاو شويه الخامه لكن ما فيش مشكله خالص، في نوع منها جريد تو جريدز يعني. فاللي عايز اقوله ان لا الخامه موجوده متوفره، بس انا يعني بستغرب بالشركات ليه ما عندهاش كان لازم عندها سنس اكبر من كده واقوى. ان لكن طبعا انا عارف ان الوزاره عشان او يعني اللي دخل البروتوكول فبدات تطلب منهم كميات بالانتاج، انت عارف بتعمل مخزون استراتيجي عشان طبعا تأمن البروتوكول وتأمن المرضى وكده، كان لازم هم يضعفوا الانتاج ويشدوا اكتر من كده شويه. وكمان الحال فاست تراك بتاع تسجيل مزيد من الشركات تخش في التراك بسرعه اسرع من كده شويه. الحقيقه انا يعني ما عنديش عذر قوي ليهم ان هم ما ينتجوش كميات اكبر، والحقيقه بوجه لهم رساله من دلوقتي برساله من خلال حضرتك بقول يا جماعه من فضلكم ده تقريبا الدواء الاكثر امانا والاكثر فعاليه العالم كله. النهار كونجرس امبارح اول امبارح كونجرس كان بيناقش الدواء ده وسموه الدواء السحر او الدواء السحر.
انا اصلا حضرتك يا دكتور محي طبعا الدواء ده قصه، لكن انا لما اتكلم على عائله الازيثروميسين، لما اتكلم على فيتامين سي، فيتامين سي فوار، لما تدخل صيدليه وتقول له طب اديني اتنين يقول لك لا اصل في ازمه هدي لك واحده بس. يعني حتى على مستوى ده، رغم ان احنا ده كان موجود عندنا في الموجه الاولانيه ودخلنا على الصيف فالناس قل استخدامها، دخلنا على الشتاء تاني فبرضه مختفي. يعني هل هو صحيح. عجوبه اننا يبقى عندي؟ ما تصورش يا اسامه بانه مختفي. لا، لازيثروميسين كماده فعاله طبعا، احنا ما بنتكلمش على علامه اسماء تجاريه، لا كتير قوي قوي، في له مفاعل متعدده وكتيره، لا موجوده، انا مش شايف في مشكله الا اذا كان بقى يعني دكتور ياسر يصلحني اذا كان في حاجه، لكن هكذا الزنك برضه نفس الكلام موجود. لا الزنك بقى في يعني بقى موجود دلوقتي 10 شركات فعلا زي ما حضراتكم تفضلتوا، وفيتامين سي كمان نفس الكلام، في اكتر من شركه برضه بتنتجه. وانا عايز اقول لك حاجه يعني اسف لها، يعني حجم التهريب كمان للفيتامينز بقى مزعج جدا جدا، التهريب من الغذائيه الى مصر يعني ولا من مصر؟ الى مصر ولا الى التهريب الى مصر ولا من مصر؟ الى لا لا ما عندناش من نطلع حاجه، لا طبعا هو الداخل الى مصر، وده موجود في كل الصيدليات الحاجة بشكل مزعج. ويؤسفني برضه اقول لحضرتك يعني استخدام لفظ المستورد يعني ما يصحش، ان الزملاء يستخدموا كلمه مستورد وهو مهرب. المستورد ده يعني مسجل في وزاره الصحه تحت رقم، ده اسم مستورد وده بيتسعر بالوزاره وتلاقي سعره معتدل. يعني لكن اللي يخش صيدليه يقول له عايز مستورد ولا مصري، يقول له السؤال التقليدي، يقول له عايز مهرب ولا مصري. طبعا مهرب ولا مصري. دكتور ياسر انجاز القول هو كده فعلا، معلش يعني اكون صراحه اصلي يا استاذ اسامه. تمام موافق حضرتك جدا، ما ينفعش ان احنا الحقيقه طبعا نضحك على بعض، لا في ظاهره مش لطيفه خالص، كميات دواء يعني كبيره جدا جدا بتخش بشكل او اخر باي هوك اور كروك، يعني ما بتبقاش الحقيقه طبعا، هي وده طبعا هي بيأثر سلبا باي كروك اكتر منها هوك، هي باي كروك اكتر منها هوك. دكتور ياسر يعني خليني اسمع من حضرتك الفكره بتاعت النهارده، هل هي السوشيال ميديا اللي بتعمل فينا هذا التكالب على ماركه معينه؟ هل هو الاعلام؟ هل هم الاطباء؟ راي حضرتك ايه؟ هو خليني قبل ما اجاوب حضرتك على السؤال ده اراجع زميلي العزيز دكتور محي واخويا الكبير طبعا حضرتك في قصه الماده الخام. هو عارف حضرتك ريجولاتري وايز او تنظيمية. او ناحيه تنظيميه مع هيئه الدواء، انا لو غيرت السبلاير بضطر ادخل استابيليتي حضرتك او اشتغل على ار ان دي ابحاث وتطوير على المنتج بتاعي، انا لو غيرت السبلاير بيقعد لمدة 6 شهور حضرتك وبياخد وقت كبير جدا خالص. فهو انا برضو مختلف معاه في وجهة النظر، هو اخويا الكبير طبعا، بس انا مختلف معاه في وجهة النظر، لا ان انا عندي المشكلة الحقيقية في الايفرميكتين اللي هي المادة الخام، السبلاير اللي انا مسجله في الاختار التسجيل بتاعي، وخصوصا كمان انا بجيب المادة الخام دي من بره، دي انا وجهه نظري حضرتك دي مشكله كبيره حضرتك، ودي العائق الحقيقي مع شركات الانتاج اللي هم الشركتين المسجلين حاليا وبينتجوا المتواجدين في السوق. دكتور ياسر لكن قصه حضرتك السوشيال ميديا طبعا اكيد ليها عامل كبير جدا خالص، معلش انا عملت سويتش على طول كده في القصه، وخصوصا ان لو هاخد حاجه حضرتك زي الباراستامول اللي هو الانتي بايريتيك اللي هو اهم حاجه طبعا في كوفيد 19 دلوقتي ارتفاع درجه الحراره. انا حضرتك بمانج حضرتك في ارتفاع درجه الحراره بالباراستامول، في طبعا 2 كوميرشال نيمز بيج نيم او بيج براندز حضرتك بالظبط كده، ودول اللي فيهم المشكله الحقيقيه، بس انا عندي حوالي 20 جينيريك بالظبط متاحين في الباراستامول موجودين ومتوفرين بشكل كبير جدا وبأدوا نفس الدور. بس اصل الناس خليني يا دكتور ياسر، الناس بيقول لك ما تاخدش الازرق الغامق وخد الازرق الفاتح بتاع الماركة، يعني مش بس براند، لا ده خد الفاتح مش اوعى تاخد الاحمر احسن، الاحمر بيعمل مش عارف ايه. خلينا بس اكد على الكلام اللي تفضل فيه دكتور ياسر، بشكرك طبعا على الايضاح ده مهم جدا دكتور ياسر. انما بس خليني اقول لحضرتك الشركتين منتجهم في السوق اساسا، يعني ما اختفاش، يعني هيقدر ان هو مش محتاج يغير السبلاير،
عشان يعمل استابيليتي ستادي، دراسات تثبتيه جديده. الكلام ده لو هيغير السبلاير المورد بتاعه، لكن هما الاثنين بينتجوا موجودين في السوق، ما كانش محتاج ان هو يعمل. لكن انا كمان عندي تفاصيل مش هينفع طبعا احكيها، بقى احكيها معاك في التليفون. لكن على كل الاحوال الملحوظه دي ملحوظه مهمه جدا قالها دكتور ياسر، وهنا خليني اعقب عليها استاذ اسامه لبرضو زملائنا الاعزاء في هيئه الدواء. في الجائحات يا بيه لابد ان يكون هناك ما يسمى بالفاست تراك، المرونه في التعامل، وبعض الاكسبشنز المهمه. مرونة. يعني هل ممكن مثلا كنا نتخيل ان الفاكسين اللي اتعمل في امريكا يدوب اتجرب على يعني كم حاله كده، الاف الحالات البسيطه ونزل السوق؟ في الجائحات كده، في الجائحات مش هنستنى من الناس تموت عشان نمشي ورا يعني طريقه قد تكون. فلازم تعمل كده. نعم. يبقى عندك اجراءات استثنائيه، ما توقفش في الطابور وتقول ان انا اكسر الكتاب بيقول الكتاب ده، مع يعني مع يعني الظروف الاعتياديه، الظروف بالظبط كده. لكن في ظروف غير اعتياديه ما ينفعش ان انا، ودي مشكله الحقيقه بتواجهنا انا، يعني مش عايز يعني لو فتحت معاك موضوع الفاكسين هتزعل، لكن طبعا يعني دي برضو حاجه ما ينفعش نتاخر. طيب ما تزعلنيش النهارده يا دكتور محي، ونورني. طيب. وتعالى ونقعد نقول الكلام اللي ما يزعلش ان شاء الله بإذن، وكل حاجه تبقى كويسه. بشكرك دكتور محي حافظ، عضو غرفه صناعه الدواء ورئيس لجنه الصحه والدواء باتحاد المستثمرين وعضو مجلس الشيوخ. وبشكر الدكتور ياسر حفني رئيس مجلس اداره احدى شركات الدواء. شكرا لحضراتكم، شكرا جزيلا. الحقيقه موضوع كبير، والموضوع ده مش بس مع الكورونا، الموضوع ده يمكن انا بناقشه كده بشكل موسمي كل سنة على مدار 20 سنة اللي فاتوا مثلا ولا حاجة، لكن الموضوع محتاج وعي اكتر، ومحتاج فهم اكتر، ومحتاج تعامل اكتر. بدأ ضيوفي بانهم بيكلموا عن الموضوع في توجه، ثم هم نفسهم ابتدوا يقولوا لا، ان المشكلة موجودة وموجودة بقوة، محتاجة معالجة ومعالجة سليمة من قطاعات مختلفة. تعالوا نروح لفاصل اخير ونرجع نتكلم عن النقطة اللي كنا بنتكلم فيها مع ضيفي الكريمين، والنقطة دي خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها على حياتنا اليومية. كل واحد هيطلع يقول لك يا أخي البتاع الفيسبوك ده سبب المشاكل كلها، وتلاقيه ما بيسيبش الفيسبوك، ده تويتر ده هو اللي عامل مش عارف ايه وما بيسيبش تويتر، ده انستجرام ده أصله ايه وما بيسيبش الانستجرام. هل أدمنا وخلاص دخلنا يعني كما قال الحكيم لقد وقعنا في الفخ؟ نلتقي بعد الفاصل.